شكرا جزيلا أولا على الاستضافة الكريمة، وطبعا الهدف هو من هذه الزيارة هو استكمال أيضا الدور المؤسستين، المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص في دعم التنمية في المملكة المغربية. وطبعا تأتي هذه الزيارة في مرحلة مهمة أو في وقت مهم، وهو طبعا الوقت اللي بنحاول فيه أن نعزز شراكاتنا مع القطاع العام والقطاع الخاص في المملكة المغربية. وتاريخ العلاقة تاريخ قديم ومهم، وفي نفس الوقت لدينا الكثير من الحقيقة من الإنجازات على مستوى التجارة أو على مستوى أيضا مؤسسة تنمية القطاع الخاص. وخلال هذه الزيارة طبعا التقينا بالعديد من الجهات المعنية في الحكومة، وأيضا في المكاتب الوطنية، وأيضا الصناديق اللي هي الاستثمارية اللي ممكن من خلالها طبعا يعني بحث فرص وسبل التعاون مع المملكة المغربية. لقاءنا مع معالي محافظ البنك الإسلامي للتنمية عن المملكة المغربية السيدة الوزيرة وزيرة الاقتصاد والمالية، كان اللقاء جد مهم، وفي نفس الوقت استنرت أنا شخصيا بمرئيات معاليها في سبل التعاون مع المملكة المغربية في قطاعات هامة مثل قطاع الطاقة والمياه الآن، وفي قطاعات أخرى مثل قطاع دعم الشركات الصغيرة المتوسطة، وفي أيضا في مساندة كل الجهود الرامية إلى تعزيز العلاقات المملكة المغربية بالدول الأفريقية. نحن نعلم أن المملكة المغربية لديها الحقيقة باع كبير جدا في هذا المجال، وطبعا كان أيضا بصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، كان هناك في يعني الحقيقة مبادرات كبيرة جدا في ربط العلاقات المملكة المغربية بأفريقيا. ونحن الحقيقة نحاول نعمل جاهدين لتعزيز هذه الجهود الكبيرة اللي صارت بين الشركاء سواء في المملكة المغربية أو في الدول الأفريقية. لدينا برنامج مهم أيضا تحدثنا فيه خلال اللقاء، وهو برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية، وهو البرنامج المهم اللي انطلق من المملكة المغربية في 2017 وبرعاية سامية أيضا من لدن صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وكان برنامج الحقيقة جاء في ذاك الوقت لدعم العلاقات التاريخية التجارية والاستثمارية بين الدول، بين المملكة المغربية والدول العربية والقارة الأفريقية. والحمد لله البرنامج الآن سجل العديد من النجاحات والإنجازات خلال السنوات السابقة، والآن إن شاء الله نتطلع إلى مزيد الحقيقة من الجهود اللي تبذل لكي ترتقي هذه العلاقات في ظل، خصوصا في ظل الظروف العالمية اللي نشوفها اليوم، إلى أفضل مستوياتها، حتى نستطيع إن شاء الله أن نحقق هذا التكامل الاقتصادي المنشود.